السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار التاسعة من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أبدأها بأبرز العناوين. مجلس النفاعي ينظم ملتقى الملك القائد الإنساد بنسخته الثالثة. هيئة البحرين للثقافة والآثار تطلق برنامجا للاحتفاء بالأعياد الوطنية. سفراء والجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام يطلقون فعالية وطننا فرحتنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل التاسعة. بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، نظم مجلس النفاعي وللعام الثالث على التوالي ملتقى الملك القائد الإنسان، وذلك بحضور دبلوماسي وسياسي. وقد ركز الملتقى هذا العام على الجهود الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في فترة جائحة فيروس كورونا. رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وبحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بمملكة البحرين، انطلق الملتقى الحواري السنوي الثالث الذي يقيمه مجلس النفاعي تحت عنوان الملك القائد الإنسان، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية ولتسليط الضوء على الجهود الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. سعيد جدا أن أشارك في هذه الندوة للسنة الثالثة للقاء الضوء على الملك القائد. أنا في كلمتي اليوم ما أتكلم فقط عن الملك القائد، إنما الملك القائد الناجح. فالقائد الناجح الذي يوفر الحياة الكريمة والشرف لأبناء البلد وجلالته بتأسيس المؤسسة الملكية، الأعمال الإنسانية وإعطاء الأرامل والأيتام والمحتاجين الدعم المعيشي التربوي والصحي والنفسي وأعطاهم الاستقرار، ساهم في أعطاهم الحياة الكريمة وأبعدهم عن المشاكل المختلفة. طبعا المحاور اليوم بتكون تسلط الضوء على إنجازات البحرين وبالأخص توجيهات جلالة الملك الوالد خلال الأزمة اللي هي جائحة كورونا، وبنتكلم شخصيا عن المواد الغذائية، عن مدى إسهامات الحكومة، عن الحزمة المالية اللي هي 4,300,000,000 قدمتها الحكومة، عن التسهيلات اللي قدمتها الحكومة حق الاقتصاد الوطني. شرف لي أكون متواجد في هذا اللقاء الهام لتقديم التهنئة لحدثين هامين. أول حاجة نجاح البحرين في إدارة الجائحة الخاصة بكورونا، وكيف وصلت البحرين أقدر أقول إلى بر الأمان، لأن لو نظرنا إلى دول عديدة ونظرنا إلى تأثير السلبي لهذه الجائحة على سواء المصابين أو الذين توفوا، فنرى البحرين هذه الأرقام قليلة جدا في البحرين. هذا وركز الملتقى على الحزم الملكية الاقتصادية العملاقة التي تخطت 4 مليارات دينار بحريني، والتي ركزت على معافاة الاقتصاد الوطني ودعم الشركات التجارية ومساندة المواطن البحريني
وأيضا دعم القطاع الطبي والصحي والذي قدم الكثير لشعب البحرين وللمقيمين، وأخيرها توجهات الملكية بتوفير لقاح على كل إنسان في مملكة البحرين بتجربة صنفت عالميا بالناجحة وغير المسبوقة بما قام به فريق مملكة البحرين. يشرفني اليوم المشاركة في هذا الملتقى، هو الثالث في هذه الأوقات احنا نحتفل فيها بالأعياد الوطنية في مملكة البحرين، وراح أكون أسلط الضوء على الجهود الطبية اللي قامت بها مملكة البحرين وفريق البحرين من أجل القضاء أو مكافحة اللي هو COVID-19 في مملكة البحرين، وتحقيق النجاحات وتحويلها من تحدي إلى نجاح في ظل هذه الظروف اللي احنا موجودين فيها. البحرين صرفت 30% من مجموع الدخل القومي لها لمكافحة المرض، وهذا ما له مثيل في العالم أو في دول الخليج. هذه يدل على شيء واضح، إن المواطن البحريني وجلالة الملك بالأخص مهتم برعايته والحفاظ على صحته. يأتي الملتقى السنوي لجلالة الملك كاهتمام من مجلس النفيعي بأن يكون هذا الحدث رديفا للاحتفالات الوطنية وعيد جلوس عاهل البلاد المفدى، وتسليط الضوء على ما حققته مملكة البحرين في هذه الفترة الحرجة على العالم ككل من قصص نجاح في شتى الميادين الإنسانية. حرص مجلس النفيعي من خلال ملتقى الملك القائد الإنسان طيلة السنوات السابقة والحالية على طرح جهود جلالة الملك المفدى في مختلف الأصعدة، وبالتحديد لهذا العام التصدي لجائحة فيروس كورونا في مملكة البحرين. لمركز الأخبار خالد العون، تلفزيون البحرين. هذا وأعلنت هيئة البحرين للثقافة والأثار عن إطلاق احتفالاتها بمناسبة الأعياد الوطنية، كما وتحتفي الهيئة بالذكرى 32 لتأسيس متحف البحرين الوطني، إذ يتضمن البرنامج فعاليات تحتفي بالإرث الحضاري لمملكة البحرين وتخاطب الجمهور بمختلف فئاته وشرائحه عبر أنشطة ثقافية متنوعة. ويتضمن الحفل إطلاق عدة فعاليات متنوعة، منها فعالية منامة المنامة وتدشين هيئة الثقافة لعلامة صنع في البحرين وجداريات ديسمبر. هذا وأطلق سفراء والجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلامة فعاليات بعنوان وطننا فرحتنا، وذلك بمجلس بوزبون بمناسبة الأعياد الوطنية في مملكة البحرين. هذا ورفع أعضاء الأمانة العامة السفراء بالجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادة مملكة البحرين. وتضمنت الفعالية تكريم لكبار المواطنين ومشاركة أيتام المؤسسة الملكية الخيرية، كما وتضمنت فعاليات متنوعة للأطفال. وأثنت عضو الأمانة العامة للجمعية النرويجية الأستاذة شيخ الزايد على تنظيم هذه المناسبة الوطنية، وأضافت أنه من واجبنا زرع حب الوطن في الأجيال القادمة، وأننا نفخر بمملكتنا البحرين. احنا اليوم موجودين في مجلس بوزبون، وذلك بتنظيم من جمعية النرويجية للعدالة والسلام. حبينا احنا نحتفل بالمملكة البحرين بمرور 49 عام على المملكة، وان شاء الله في ازدهار. اول شيء اهني امنا البحرين، وهني حكومتنا الرشيدة وملكنا القالي وولي عهدنا، الله يخليهم ذخر وفخر وعز لنا. وهني أبو سلمون الملك، وهني ولي العهد سلمون، وهني شعب البحرين، وهني حكوماتنا الرشيدة. عاش الوطن شامخ تحت ظل أبو سلمون، غصبا على الحساد وأهل المكايد. بحرين ديرتنا شيوخها سندنا، لبسي قلايد من ذهب يا عين عداري، وشقي بساتي تين العنب صبحي وعصاري، بلدنا الغالي نحن نحتفل بعيدنا الوطني
وأنت تحتفل بإنجازات أبنائك المحبين. التاسعة مستمرة وفيها بعد قليل روضة الصداقة للمكفوفين تحتفل بالعيد الوطني لمملكة البحرين. أطلقت مانة العاصمة فعالية تجميل أكبر جدارية وطنية في المنامة بمشاركة نخبة من المواهب الوطنية في مجال الرسم التشكيلي والجرافيكي، وذلك بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وفي إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري. وأقيمت الفعالية على الجدار الكائن بتقاطع شارع الشيخ عيسى الكبير وخلف العصفور، وبهدف إضفاء طابع جمالي بمشاركة 10 من الفنانين والموهوبين، وبحضور مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السهلي وعدد من المسؤولين. وأكدت أمانة العاصمة على أن هذه المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها الأهالي تمثل النموذج المثالي للشراكة المجتمعية في القطاع الحكومي. بمناسبة العيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء. بمناسبة هذه الذكرى العزيزة على قلوب جميع البحرينيين التي يستذكرون من خلالها حبهم الجامع لوطنهم، وقد بادرت أمانة العاصمة بالتعاون مع مجموعة من الفنانين برسم أكبر جدارية تحوي مجموعة من الصور التي توضح تاريخ البحرين، والتي من خلالها تتضح مسيرة التنمية في البلد والقفزات التنموية الكبيرة التي مرت على هذه البلاد المباركة إن شاء الله. جداريتي هي عبارة عن صورة شفتها في الإنترنت، وهي تعبر عن ريال بحريني، فجذبتني الصورة وحبيت أن أنا أستغلها وأدمج فيها فني الرسم وطريقة الجرافيتي، وأضيف عليها حروف الكاليغرافي وبعض التغييرات في الألوان عشان حق ذي اليوم المناسب حق عيد الوطني إن شاء الله. طبعا احنا قرابة اكثر من 15 فنان، ومساحة الجدارية تقدر باكثر من 50 متر طولا في الشارع العام، فهذه طبعا غيرت الجمود الموجود في الشارع او هذا الجدار، بحيث ان المارة يشوفون شيء لمسة حضارية عن تراث وتاريخ البحرين. أقامت روضة الأطفال المكفوفين التابعة لجمعية الصداقة للمكفوفين يوما في حب البحرين احتفاء بالعيد الوطني المجيد، حيث تميزت احتفاليات الروضة بهذه المناسبة رغم الجائحة العالمية، وذلك تأكيدا على حب البحرين وتقدير قيادتها. هذا وتضمن الحفل فعالية لأطفال الروضة من أناشيد وألعاب ترفيهية ومسابقات معبرة عن حب الوطن. وقد شدد رئيس العلاقات العامة والإعلام بالجمعية ميثم مدن على أهمية هذا الاحتفال خصوصا لهذه المرحلة العمرية، لما يقدمه من دور كبير في غرس مبادئ الولاء وقيم الوفاء والامتنان للوطن وللملك. لنسب الوطن الذي وإلى حالة الطقس في محافظات مملكة البحرين. نهاية أخبار التاسعة، ولمزيد من الأخبار والمستجدات
يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم مشاهدينا متابعة باقي برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh. شكرا لكم على طيب المتابعة، ودام عزك يا وطن.